إذا مشاهدينا ما زلنا معكم لمتابعة كل الوقائع التي كنا بدأناها منذ الصباح لكل ما يرافق تشييع الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه من البيري. نقلنا لكم هذه الوقائع، كانت هناك كلمات ألقيت في المناسبة أبرزها لهيئة العلماء المسلمين وكذلك للنائب خالد ظاهر، وكذلك كانت كلمة لأحمد الحريري ممثلا الرئيس سعد الحريري. في هذه الأثناء أيضا تتوالى ردود الفعل، وكنا نقلنا أيضا كلمة للعمار الموسوي باسم حزب الله الذي كانت له أيضا ردة فعل على التطورات، والآن هناك يبدو موقف لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء، وقد تطرق إلى هذا الأمر وقال إنه في ظل الانقسام اللبناني الحاد بين مؤيد للثورة السورية ومؤيد للنظام، اللبنانيون ندعوهم إلى التقدم والتفاهم على الحد الأدنى لتمرير هذه المرحلة الحساسة من خلال احتضان الجيش، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية قامت باحتضان المقاومة أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006 وواجهت ببسالة تنظيم فتح الإسلام في مخيم نهر البارد في العام 2007 ولقيت بدورها الاحتضان آنذاك من أهل عكار، وأشاد بإنجازها تحقيقات سريعة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه في عكار، وهذا كله يؤكد بحسب جنبلاط ضرورة الالتفاف حول الجيش اللبناني أكثر من أي وقت مضى لحماية الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي للحيلولة دون الانزلاق نحو الفتنة أو الاقتتال الداخلي. كما دعا جنبلاط لرفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية، لا سيما بعدما رأينا كيف أن المسرحيات التي قامت بها بعض الأجهزة قد أدخلت طرابلس والشمال في مناخات من التوتر الشديد من خلال تخطي أصول التوقيف لأحد الأشخاص وتنفيذ عملية قال إنها بوليسية.